في الحلقة السابقة تكلمنا عن ولادة النبي وظروف نشأته. اليوم ننتقل إلى الحدث الأكبر اللي غير حياة النبي كليا، وهو البعثة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الآيات الخمس الأولى من سورة العلق كانت أول وحي نزل على الرسول قبل 13 سنة من الهجرة في غار حراء، وبعض الروايات تشير إلى أن الإمام علي كان مع النبي في الغار. لما نزل الوحي على النبي كان واضح جدا، وكان النبي مستعد لاستقباله، لا كان خايف ولا كان ما يدري وش السالفة. فالآية الكريمة تقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة وبينة تامة، وهني يجي جواب لمزاعم كثيرة، وهي هل كان الرسول يشك في الوحي؟ يقينا لا، ما كان الوحي موضع شك بتاتا عند الرسول. والدليل هذه الرواية عن زرارة، وهو أحد أكبر ثقات الأئمة عليهم السلام، يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: كيف لم يخف الرسول فيما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ له الشيطان؟ قال عليه السلام: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، فكان يأتيه من قبل الله عز وجل مثل الذي يراه بعينه. إنزين، عجل شلون نفهم الآية اللي تقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ورد في التفاسير إن هذه الآية ليست خطابا للنبي، بل هي خطاب للشاكين في نبوة النبي، وإن كان ظاهر الخطاب موجه للرسول. يعني السالفة: إياك أعني واسمعي يا جارة. فالآية تخاطب اللي يشك في نبوة النبي من الأميين، وتدعوهم إلى أنهم يسألون أهل الكتاب عن النبوة والكتاب السماوي علشان يفهمون منهم الموضوع. غير هذا، الآية جت على هيئة جملة شرطية، والجملة الشرطية لا تدل على تحقق الشرط أصلا، بل هو تأكيد على مسألة ما أحيانا، أو لبيان قانون عام. فمثلا في القرآن نشوف: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ظاهر الخطاب موجه للنبي، لكن النبي كان يتيم الأب والأم، فهني بين لنا أن الخطاب مو للرسول، لكن ظاهره كان موجه له. وفي مثال ثاني: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. بينما الرسول ما طلق زوجة من زوجاته أساسا، لكن الآية توجه خطاب بالظاهر إلى الرسول، وباطنة بيان قانون عام، وهو قانون الطلاق والعدة. نخلي العربي والنحو على صوب شوي، وخلنا نجي إلى قضية خطيرة منتشرة عن بعثة الرسول، منتشرة بطلانا على النبي بخصوص الوحي، وهي قضية ورقة بن نوفل. تخيل انهم يدعون ان النبي اول ما نزل عليه الوحي خاف عدل، وكان كل ما يقول لي جبرائيل اقرأ يقول: ما انا بقارئ. فجبرائيل يجود الرسول ويضغط عليه لين ما يختنق، تخيل يعني، وكرر وياه هذا الفعل 3 مرات، فصار الرسول في حالة هستيرية من الخوف. هذا اللي يقولونه طبعا، ورجع البيت خايف. فقامت السيدة خديجة وجابت له ورقة بن نوفل، اللي حسب الرواية يكون ولد عمها، وكان نصراني ويكتب الإنجيل بالعبرانية. فسأل الرسول: وش شفت يا محمد؟ قال له: شفت كذا كذا كذا. قال له: إيه، انت اللي بشرت بعيسى، وانت وانت وانت. وكان يسرد للرسول أحداث بتصيده والرسول يستفسر عنها. فيعني ورقة يدري ان الرسول نبي، والرسول ما يدري. وزيدك من الشعر بيت تقول: الخرافة
بعد موت ورقة قبل نوفل الوحي ما قام ينزل على الرسول فترة طويلة، شكله كان روح الفاتحة يعني. وهني من المهم نلتفت لنقطة، وهي أن ادعائهم لهالأمر ما هو إلا محاولة منهم لربط الوحي بورقة ابن نوفل. واضحة أنها محاولة للقول أن الرسول ياخذ تعاليمه من شخص نصراني، فالدين اللي جاء مو دين من عند الله. المهم فيقولون لما انقطع الوحي عن الرسول حزن حزن شديد، حتى من حزنه كان يفكر ينتحر والعياذ بالله، وكل ما يحاول كان يظهر لجبرائيل ويقول له لا تحاتي انت نبي، فيطمئن الرسول، واذا طالت فترة انقطاع الوحي يرد يفكر ينتحر. تخيل حجم الإهانة اللي يوجهونها لشخص الرسول بمثل هالخرافات. وما يحتاج نقول ان هالقصة من اباطيل اعداء الاسلام، نسبوها للنبي في محاولة لتكذيب الدين وتوهينه. هل تعتقد انهم اكتفوا بهذا القصة وخلاص؟ خذ الاعظم، يقولون ان السيدة خديجة طلبت من الرسول يخبرها لين جاء الوحي، ولما جاء جبرائيل واخبرها الرسول طلبت السيدة خديجة من الرسول انه يجلس على فخذها الايسر، وسألته تشوفه الحين؟ قال لها ايه، فطلبت منه يجلس على فخذها الايمن، وايش تشوفه؟ قال ايه، قالت له اجلس في حجري، وسألته للحين تشوفه؟ قال ايه، فقامت السيدة خديجة وشالت حجابها من على راسها، وسألت الرسول الحين تشوفه؟ قال لها الرسول لا، فبشرت الرسول ان هذا ملك مو شيطان. نشوف بشكل واضح في القصتين المختلفتين محاولة لإثبات ان الرسول كان غير عالم ولا مستعد لتلقي الوحي تماما، وهذا طبعا تبلي على رسول الله اللي كان على بصيرة من امره واستقبل الوحي وهو مدرك تماما بمسؤوليته.